السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله خوتي خوتاتي كما كتشوفوا معايا غادي نتقاسم معكم هاد الميني كيك. هادو كيجيو بطبقة مقرمشة وهشاش من الداخل ومفشفشين. مكونات ومقادير اللي متوفرة في كل بيت ناجحين من أول تجربة. غير تبعوا الفيديو من الأول حتى الأخر وجربوهم حتى نتوما لوليداتكم بالصحة والراحة. وإذا عجبكم فيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم تبارطاجيو مع الأهل والأحباب. ما تنسونيش من اللي يجي من التشجيع. وما نطولش عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرشة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لهاد الميني كيك هادو أول حاجة هي المولات. هاد المولات هادو عندي ديال لي كيش كندهنهم بالزبده وكنرش عليهم شويه ديال الدقيق وداك الفائض ديال الدقيق كنحيدو. القطر ديالهم 9 سنتيم. هنا في هاد البول هذا عندي بيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، واحد الرشه ديال الملحه، عندي واحد نص كاس ديال السكر سنيده، هذا الكاس ديال العنبه اللي السعه ديالو 150 مليلتر، وغادي نحتاج هنايا واحد ملعقه صغيره ديال السكر الفاني. المهم ساشي ديال السكر الفاني غنقسمو على جوج، النص غنديرو في الكيك والنص غادي نخليه من بعد غادي نحتاجو. صافي كنطرب المكونات حتى كيبيض ليا الخليط بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نضيف واحد قل من نص كاس ديال الزيت النباتي، والعبار دائما كما قلت لكم بالكاس ديال العنبه، قل من نص كاس ديروش نص كاس باش الكيك ما يجيش مزيت. صافي كنطرب الزيت مع باقي المكونات. وفي هذه المرحله غادي نحيد الباتور او الطراب الكهربائي. هنايا ضفت نص كاس ديال الحليب بارد. صافي وغادي ندير غير الطراب اليدوي كنطرب هكا حتى كينسجم ليا الحليب مع باقي الخليط. هنا عندي كاس ديال العنبه ديال الدقيق يكون بومبي، كاس ديال العنبه يكون بومبي. المهم انا غادي نقول لكم الخليط كيفاش خاصو يكون. هاد الكاس هذا راني يعني غربلته من قبل. وغادي نحتاج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. صافي كنخلط هذاك الدقيق. المهم نحاولوا نخلطو مزيان بهذا الشكل هذا باش ما يبقاوش عندنا تكتلات ديال الدقيق. القوام خاصو يكون شويه ثقيل على الكيك العادي. هاكا ملي كتكتبوا داك الحرف 8 كيتكتب لكم غليظ وكيبقى في السطح باين. المهم الكيك القوام ديالو خاصو يكون ثقيل شويه، المهم ماشي بحال الكيك العادي بهذا الشكل هذا. صافي هنا اخر حاجه غادي نضيف هي واحد الملعقه صغيره ديال الخل. الخل حتى هو يكون بدرجه حراره المطبخ. صافي كندخل هذيك الملعقه صغيره ديال الخل، وفي نفس الوقت الفران راني شعلته على الاقل واحد 5 دقائق قبل شعلته يسخن. صافي دابا غادي نبدا نعمر هنا في المولات. المهم هنا لا رديتو البال البول هنا عندي في الكري واللي قبل في الابيض. لحقاش هذا الفيديو راه كنصورته تقريبا شي يومين هادي، وحتى بديت كنمونطي فيه وتمسحوا ليا شي مقاطع وشي مقاطع بقاو عندي. صافي اضطريت انني نعودو اليوم. صافي كنخوي هكا الخليط ونحاولوا ما نعمروش، نخليه واحد سنتيم، نخليه فين يتنفخ لينا الكيك حيت راه كيتنفخ ملي كندخلوه الفران. ما نعمروش المولات بزاف باش ما يفيدش لينا الخليط. صافي انا خدات ليا هاد الخليط هذا عمرت بيه 7 ديال هاد المولات هادو. وهنا عندي واحد التفاحه اللي الحجم ديالها كبير حكيتها، المهم مغسوله قشرتها وحكيتها ودرت عليها قطرات من الحامض باش ما تكحلش.
صافي، وغادي نوزعها على الوجه ديال هاد الكيك هذا. ممكن نحاول نوزعها على الوجه كامل، وهنا غادي ناخد ديك الملعقه اللي بقات ليا ديال داك النص ساشي ديال السكر الفاني، نضفت عليه واحد ربع معالق ديال القرفه. صافي كنخلط، وغادي ندردرو على هاد ندردرو فوق التفاح. ملي كيكون يطيب هاد الكيك راه ما نعاودش لكم كيفاش واحد الريحه ديال القرفه وديال الفانيو وديال التفاح، والله العظيم يا سلام كتعطي واحد الريحه فنه. صافي هنا ملي كملتهم غادي ندخلهم للفران. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، الفران كما قلت لكم سخنته واحد 5 دقائق قبل، الفران عندي ديال الغاز، كندخلهم فره في الوسطاني العافيه غير من التحت. العافيه كنديرها شويه ماشي مهيله، كنديرها شويه متوسطه. صافي وكنخليهم حتى كيبانوا لي يبداو كيتحمروا من الجناب، والحموريه بدات كتطلع لي حتى في الوجه ديالهم، عاد باش كنهبطهم لتحت وكنخليهم يتحمروا من الوجه ديالهم حتى كياخذوا لي هذا اللون. كنخرجهم كنديمو ليهم من المولات، وكناخذ شويه ديال الناباج كنسخنو وكندهنلي من الوجه ديالهم باش كيعطينا داك البريو وكيحافظ لينا على داك التفاح. ممكن ندهنهم بالكونفيتير، وبالطريقه الزين راه كتبقى اختياريه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا ديال اليوم. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وكنقول لكم غير جربهم حيت فعلا كيستحقوا التجربه وكيجيو لذاذ بزاف. وكنقول لكم مع فيديو جديد، مع السلامه.